بكم أصدقائي المشاهدين المتابعين لاعب 12 والشرقية، حلقة جديدة، ملف رياضي مهم ومؤثر بالتأكيد، راح نتابعه بعد الفاصل القصير. أتمنى تبقون ويانا. خذوهم صغارا، كلمة سمعناها كثيرا وتعاملنا وياها وكان لنا الكثير من التفاصيل المهمة بالتعامل مع هذا القول، خذوهم صغارا، لأن كل زين نعرف إحنا يعني التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. واليوم في العراق رياضتنا وألعابنا كرة القدم على وجه الخصوص، الألعاب الأخرى تعاني من البداية والقاعدة الصحيحة والانطلاقة الصحيحة، وهذه القاعدة والبداية والانطلاقة الصحيحة بها كثير من الأمور اللي حقيقة لازم نوقف عندها، وبها كثير من الأوجه اللي تكون رافد مهم لتطور المهارة واحتضانها ورعايتها. واحدة من هذه الوجوه الرياضة المدرسية. الرياضة بالمدرسة بسنوات سابقة كانت رافد مهم جدا لمنتخباتنا ولأنديتنا وللبطولات الكبيرة والكثيرة، بطولات الجمهورية اللي كانت تقام. وأيضا بالسنوات الأخيرة قل الاهتمام بهذه الشريحة المهمة، شريحة الرياضة المدرسية والطلاب والتعامل وياهم، وأصبحت مجرد إسقاط فرض. وكلنا نعرف حتى درس التربية الرياضية صار درس عبارة عن مكمل لكل درس آخر، ما كمل المادة، ما كمل الكتاب، يأخذ أبو الجغرافيا ويأخذ أبو الفيزياء ويأخذ أبو الرياضيات، وضاع درس التربية الرياضية. اليوم حديثنا عن الرياضة المدرسية يجدد بجوانب مهمة وجوانب كثيرة راح نتابعها. إقامة البطولات المدرسية شيء مهم وشيء ضروري جدا لعودة الحياة لرياضتنا المدرسية. خلينا نتابع أول تقرير لزيد السراج. للرياضة المدرسية دور كبير ومهم في بروز الرياضيين وعملية إعدادهم الأول من خلال البطولات التي تقيمها التربيات بمختلف الألعاب. ورياضة كرة القدم تعتبر اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم، وكلما زاد عدد الفرق في البطولة من مختلف المحافظات والتربيات شارك لاعبون أكثر، وهو أمر يساهم في تكوين رؤية جيدة عن القاعدة المدرسية الكروية. وعندما يتواجد مدربو المنتخبات الوطنية للفئات العمرية فإن ذلك سيعطي دافعاً أكثر للاعب المدرسي لكي يقدم كل ما لديه من عطاء أملاً في التواجد مع أحد المنتخبات لارتداء قميصها، وكل ذلك سيسهم في رفع وتيرة المنافسة أكثر فأكثر ما بين الفرق المتبارية للظهور بأحسن صورة. استمرار إقامة هذه البطولات أمر جيد يحسب إيجاباً لوزارة التربية وللنشاط المدرسي، وكلما زادت البطولات توسعت القاعدة الكروية وصار هنالك مكان رياضي آخر للمدربين من أجل الحصول على خدمات اللاعبين. بعد فترة من الانقطاع ليست بالقصيرة، الرياضة المدرسية تعود من جديد، شعلة من النشاط الرياضي تتوهج ألقا لتجذب إليها مدربي المنتخبات الوطنية والذين استدعوا أكثر من لاعب صغير. رافد مهم يعود إلى الحياة الرياضية ليكون ساندا مهما ورئيسا للأندية والمنتخبات. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. خلونا أنا وأنتم أصدقاء نرحب بالدكتور علاء جابر، مدير دائرة النشاط المدرسي بدائرة تربية الكرخ، واحد من الأشخاص اللي على تماس وعلى تواصل بالعمل وبأهمية الرياضة المدرسية وتأثيرها على مستوى الرياضات بشكل عام بالعراق. دكتور علاء، أنا سعيد جدا بتواجدك ويانا اليوم باللاعب 12 وبالشرقية، وأشكرك على تواجدك ويانا. يعني الكل يعترف ويقر أن الرياضة المدرسية هي رافد مهم من روافد الرياضة العراقية على مستوى كل الألعاب.
لكن خلينا نطرح عليك هذا التساؤل، وانت واحد من المتعاطين بالقرب مع هذا الموضوع، هل فعلا هذا الرافد الان يعاني الشحه، يعاني القله بالانتاج؟ أيضاً شكرا لك يا فيان، الله يخليك دكتور، المقدم المبدع، وبرنامجك رائع، وتحيه لجماهيرك والشرقيه الاعزاء. شكرا حقيقه اخي العزيز استاذ فيان، احنا تعرف الرياضه المدرسيه مثل ما تحدثت في بدايه برنامجك انه هي الرافد الاساسي للمنتخبات الوطنيه، وفعلا اغلب المنتخبات الوطنيه هم يعني كلهم تخرجوا من الرياضه المدرسيه. صحيح درس الرياضه درس الرياضة نوعا ما يعني أهمل، لكن هذا بسبب الظروف الحالية الموجودة، يعني أنه البنية التحتية، الملاعب، يعني المدارس ما بيها ملاعب، ما بيها ساحات مخصصة لدرس الرياضة، لكن احنا في وزارة التربية، المديرية العامة للتربية الرياضية، وأخي الأستاذ أحمد عبد العسل، السيد المدير العام، والمعاونين والموجودين القائمين على هذا المنشأ، انه وجهنا من خلال الوزاره انه درس الرياضه نهتم به وتطبيقه فعلي، ولا نعطيه الى باقي الدروس، ولا يكون درس مهمش، ولا يكون بالدروس بالمحاضرات الاخيره والدروس الاخيره. ولذلك بدات الرياضه المدرسيه تستعيد عافيتها التدريسيه. دكتور هذا لو تسمح لي، هذا كلامك للاعلام للناس له حقيقه واقعه، مستنده على خطه، مستنده على عمل. نعم اخي بيان، حقيقه هذا مستند الى عمل وخطه واستراتيجيه عمل الوزاره، واحنا حقيقه بدينا نعاقب والمدارس التي تعطي دروسها او ياخذ درس التربيه الرياضيه الى دروس اخرى، وفعلا بدينا مع الاشراف الاختصاصي والاشراف التربوي ومشرفينا الفنيين الموجودين المتواجدين، وبتوجيهات من معالي الوزير والمحافظات ايضا، لانه تعرف انتقلت الصلاحيات الى المحافظات، بدينا نراقب وان يعني نفحص اكثر واكثر انه درس الرياضه يبقى مستمر، لانه اولا هو ليس فقط رافد اساسي المنتخب، لانه تطوير قابليات الذهنيه للطالب من خلال درس الرياضه. وفعلا بدينا في الوزاره انه خلال السنين الاخيره نعمل بطولات، استراتيجيه بطولات مدرسيه على مستوى العراق ومشاركه واسعه، وخير دليل على ذلك البطوله الاخيره التي جرت مؤخرا، بطوله العراق المدرسيه التي جرت في نادي الكرخ الرياضي، كان مستوى عالي جدا، وحضور يعني من الاخوان في الاتحاد العراقي المركزي مشكورين، وبعض الانديه تواجدوا ل يعني وضع اعينهم على بعض اللاعبين اللي اعتقد سيكونون عماد المستقبل في القريب العاجل. دكتور احنا هاي البطوله اللي صارت نادي الكرخ هي معرض حديثنا، وهي اللي اثارت عندنا هذا الملف وهذا الموضوع. نعم. هذا الموضوع المهم. نعم. لكن نعم. يعني الامر متعلق بعده جوانب وعده اطراف. نعم. بهذه العمليه اليوم احنا. نعم. اكو وزاره تربيه، اكو وزاره شباب. نعم. ورياضه، وحتى. نعم. وزاره الداخليه ووزاره الصحه. نعم. يعني ايضا مرتبطين بهذا الجانب، لان وزاره الداخليه يعني مرتبطه. نعم. بتوعيه الشباب وتثقيفهم اتجاههم. نعم. للرياضه. نعم. لكن اليوم. نعم. احنا بدنا نحكي على تفاصيل الرياضه المدرسيه، اكو. نعم. شيء مهم جدا من احنا صغار ولليوم اكيد هذا. نعم. الموجود، المدرس او المعلم هو اللي يحببك ويعلمك بالماده. نعم. نعم. كوزاره تربيه، كمديريه نشاط مدرسي، هل. نعم. نمتلك قاعده من المعلمين، معلمين رياضه. نعم. اللي عندهم الرغبه وعندهم القدره انه يشتغلون بهذا الدرس؟ شوف اخوي يعني احنا حقيقه الان بالمديريه العامه للتربيه الرياضيه وبالتعاون مع الاتحادات المركزيه وخاصه اتحاد كره القدم، اتحاد هو اللعبه الشعبيه، اتحاد أكيد. كره اللعبه الشعبيه الاولى بالعراق حقيقه وللعالم كله، بدينا يتعاونون ويانا يعني بفتح دورات دي مؤهله الى سي والى دورات اخرى، بدينا انه عملنا لحد الان 3 دورات، المديريه العامه عمل 3 دورات للمحافظات التربيات ال20 يعني حقيقه تعرف. نعم. يعني بغداد 6 تربيات اضافه الى 14 مديريه موجودين على مستوى العراق محافظات، فبدينا نعمل دورات وهي تاهيليه للمدرسين اللي يتاهلون الى مستويات اعلى، وفعلا كانت مشاركه واسعه، وخبراء مثل الدكتور اسعد لازم وغيره كانوا موجودين في هذه المحاضرات، وتم تاهيلهم باختبارات نظريه وعمليه وما شابه ذلك، وبوجود الاتحاد العراقي المركزي وباشراف، وطبعا وبالفعل يعني بدينا احنا نطور نفسنا من خلال التعاون الموجود بيننا وبين الشؤون الاولمبيه والاتحاد.
المركزية. يعني اليوم اكو عمل جاد لخلق نعم بيئة متكاملة للرياضة المدرسية من إقامة بطولات منتظمة بجدول وبرزنامة نعرف مواعيدها وتواريخها، وأيضا من خلق قاعدة من المعلمين والمدرسي التربية الرياضية، وأيضا خلق الحب والثقافة والتوعية عند المدرسة حتى تنطي أهمية درس التربية الرياضية للطالب ولسياسة المدرسة بخلق جيل رياضي صحي. نعم اخوي العزيز، احنا بالمديريه العامه للتربيه الرياضيه وضعنا استراتيجيه عمل ابتداء من البطولات القواطع في المديريات. احنا مثلا في الكرخ قسمنا مثلا الكرخ الى قواطع، وهاي تجري بيها بطولات بين القواطع بين المدارس، وبعدين تصير بطولات مركزيه للتربيات هاي كل على عموم العراق، وبعد ذلك انشاء او تكوين المنتخب المدرسي ومن خلال المدربين ودورات تحكيميه وتدريبيه وما شابه ذلك. بدينا يعني نعيد امجاد السابق، لانه تعرف الرياضيين هم المنتخبات الوطنيه واغلبهم من الرياضه المدرسيه. بدينا الان نعيد عافيتها ان شاء الله وبجهود واخواني الموجودين. تواصلتوا مع الاتحادات دكتور؟ تواصلتوا مع الاتحادات بمختلف الالعاب؟ حضرتك حكيت على كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى بالعالم بالتأكيد. أيضا مدربي كرة القدم ومدربي باقي الألعاب عندكم معاهم تواصل حتى يجي يحضر هذه البطولة ياخذ له موهبة موهبتين بكل الألعاب مو بس بكرة القدم؟ شوف اخوي خير تبيع، اكو تفاوت بين الاتحادات في تعاونهم ويانا في مع الرياضه المدرسيه. حقيقه اتحاد كره القدم من المتعاونين، اتحاد الطائره من المتعاونين، اتحاد السله من لكن بعض الاتحادات الاخرى غير متعاونه ويانا، وهم اللي يخسرون يعني هم اللي يخسرون، لانه تعرف احنا الرابط يعني اغلب المدربين الحكام الاداريين اللاعبين هم من التربيه، يعني احنا لو نصدر قرار انه المدرب ما يروح يدرب منتخب او الحكم ما نطي اجازه او ما نطي تفرغ او الاداري او ما شابه ذلك، يعني الرياضه العراقيه راح توقع يعني الاتحادات يعني الغير متعاونه. دكتور ليش؟ يعني قله وعي، قله ثقافه، قله اهتمام، اعتيادي هاي يعني ما ابي بالكيل وغير اشياء، يعني حقيقه هم يعني ارخوا باتحاد العاب القوى، يعني تعرفني في اتحاد العاب القوى اكو تعاون نوعا ما يعني نوعا ما جيد او متوسط، بعض الاتحادات جيد جدا، اكو اتحادات ما يجون يمنا ولا يلتقون بينا ولا يحبون الرياضه المدرسيه، وهم الخاسرين الاوائل يعني هم، لازم اكو تعاون. احنا نناشد من خلال برنامجكم ومن خلال كل المؤسسات الاخرى انه يبدي تعاون، يعني احنا عندنا بروتوكول تعاون مع الشؤون الاولمبيه الوطنيه العراقيه، وقبل فتره كان هناك لقاء مشترك مع الخبراء الوزاره كانت مع الخبراء اللجنه الاولمبيه، وكان هناك برنامج معد من قبل الاستاذ الدكتور صبري مجيد بنانه والاخوان الدكتور حسين علي وغيره وغيره موجودين، وعملنا ان شاء الله حنطبقه بالايام بهذه. اكو ميزانيه خاصه؟ اكو ميزانيه خاصه لهاي البطولات مثل يعني مثل قبل كان بطولات الجمهوري؟ بطولات الجمهوريه هي مثل ما قلنا منبع ومصدر للرياضيين والمهارات والقدرات بكل الالعاب. المدرسية طبعا 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 البطولات المدرسيه. احنا شوف اخوي ابيان، احنا كل المديريات ال20 الموجوده على مستوى العراق ما عدا اقليم كردستان، احنا عندنا ميزانياتنا الخاصه، تجهيزاتنا الرياضيه وتهيئه الملاعب وتهيئه البنيه التحتيه خاصه للمنتخبات المدرسيه، يعني كل مديريه عندها ميزانيتها. صحيح بنظر للظرف الحالي يعني تقشف وكذا قلت يعني الى الربع تقريبا او الى 20% او الربع، لكن هذا لا يعني انه احنا باقيين مستمرين وموجود العمل وموجود التعاون بيننا وبين بعض المنتديات، مشكورين وزاره الشباب ايضا متعاونين ويانا شخص السيد الوزير، يعني ايضا عمم انه كل المنتديات تفتح امام الرياضه المدرسيه والبطولاتنا، وكتعاون الان احنا عندنا تعاون مع الكرخ
مع الاخ خالد بشير لاعب المنتخب الوطني ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكره الطائره. نعم. اللي هو مدير 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 منتديات الكر كلها ومدير الرياضه والشباب في الكر، وايضا اكو في المكانات الاخرى ايضا تعاون وخاصه المحافظات. فان شاء الله يعني هذا التعاون يثمر عن التقاء بالرياضه العراقيه ان شاء الله الى المحافل الدوليه ان شاء الله. كل الشكر جزيل لك الدكتور علاء جابر مدير دائره النشاط المدرسي ب دائرة تربية الكر، كل الشكر الجزيل إلى كلامه، يعني لأن هو مسؤول عن هذا الواقع، ولأن هو مسؤول عن هذا المفصل المهم والشريحة المهمة، بالتأكيد يعني يتكلم بالأمنيات ويتكلم بالعمل وبالإيجابيات، لكن إحنا اللي شفنا اليوم نتمنى أنه يصير أكو تعضيد تعشيق لهذا العمل، تصير أكو تعاون وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الرياضة والشباب، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية، الاتحادات، الأندية، ماكو أسهل منها. يعني حتى على مستوى الأندية والاتحادات الرياضية لما تروح تشوف بطولة كرة سلة وكرة طائرة وكرة يد وألعاب قوى وسباحة على مستوى الصغار، المدرب مطالب إذا هو حريص على عمله وحريص على مهنته وحريص على فريقه وناديه يروح لهذه البطولة يأخذ له موهبة واحدة يطلع بها من 20 شخص يأخذها يرعاها يحتضنها يقدم لها الشيء اللي يقدر عليه بضوء الإمكانية الموجودة. يمكن اللي يسمعنا يقول هذا كلام أحلام وردية، كلام بأوروبا موجود بغير مكان، لكن ليش لا؟ إذا تأخذ هذه الموهبة تحتضنها وترعاها وتقدم لها الدعم والمساندة، بالتأكيد راح يكون الوضع أفضل، بدل ما تروح تجيب لك محترفين بملايين الدنانير او لاعبين تصرف عليهم وتحاول تسوي لهم موهبه بس هم اصلا من الاساس موهبتهم معدومه. الحديث مع نجوم كره القدم، مع المختصين، مع اهل الشان حول الرياضه المدرسيه، رعايتها والاهتمام بها عن طريق بطولات يجب ان تجرى وتتابع. تابع الكابتن شرار حيدر. سعيدين يعني سعداء جدا انه ترجع بطولة التربيات، ترجع بطولة المدارس، لان هي قاعدة لكرة القدم العراقية والالعاب الاخرى. اليوم استضفنا النهائي لتربيات العراق، يعني واحنا نادي الكرخ مرتبطين بالتربية، يعني هذا واجبنا. والمباراة جميلة، وحتى مدرب منتخب الناشئين العراق الكابتن علي هادي متواجد، يعني هم دا يشوف اذا اكو مواهب جيدة، وفرصة حلوة للاعب ايضا يبرز. و الحقيقة يعني كلش فرحانين احنا باستضافة المباراة، ونتمنى هاي تتفعل ايضا وتستمر يعني مثل ما كانت في السابق. يعني كنا لعبنا منتخبات مدارس، منتخبات تربيات، وبعدين التحقنا في الاندية وثم المنتخبات. ف يعني جهد مشكور للمديرية النشاط الرياضي بوزارة التربية حقيقة انه رجعت كل هاي النشاطات والفعاليات بمختلف الالعاب وليس فقط في كرة القدم. بالتأكيد الجهود اللي تبذلها مديرية النشاط الرياضي والمدرسي في وزارة التربية، الاهتمام ربما من وزارة الشباب والرياضة ايضا بموضوعة الرياضة ودرس التربية الرياضية، كل ألقى بظلاله على أهمية متابعة هذه النشاطات. يعني حقيقة لا أجامل أحد إذا قلت أن مديرية النشاط الرياضي والمدرسي في وزارة التربية بذلت جهود كبيرة من أجل إعادة الروح لدرس الرياضة التربوي، درس الرياضة، وبالتأكيد هذه النشاطات اللي جاي نتابعها ويتابعها مدربين المنتخبات الوطنية، يتابعها الإعلام بشغف كبير، هي من نتائج هذا الاهتمام. يعني أبارك كل الخطوات، أتمنى تفاعل أكثر من المؤسسات الأخرى، المؤسسات الموجودة في وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية الوطنية، مدربين منتخبات أيضا بالفئات العمرية خصوصا، متابعة هذه النشاطات، لأنها يعني تعطي دافعا معنويا للمؤسسة المعنية لوزارة التربية والرياضة، من أجل وزارة التربية، من أجل أن تعطي اهتمام أكثر رغم الاهتمام الكبير الذي تؤدي لنشاطات الرياضية الموجودة. إذا المدربين منتخباتنا بكل الألعاب لازم هم إذا حريصين مثل ما قلنا قبل شوية، لازم هو يروح يدور على هاي البطولة، هو يروح يدور على هذا التجمع، هو يروح يدور على هذه المسابقات، يحضر بكل الألعاب ويشوف له موهبة موهبتين يأخذها يرعاها. الكابتن علي هادي مدير الفني لمنتخب ناشئة العراق كان موجود في هذه البطولة وتابع مواهب الصغار يأخذهم من المدرسة، شيء يحسب إلى ولجهاز الفني. نسمعه ونرجع لكم.
حقيقة بالبداية أنا تفاجأت يعني بمستوى التنظيم في يعني في البطولة عامة، كوادر اللي تعمل بحقيقة بالتربيات أعتقد مؤهلة تنظم بطولات على مستوى الفئات العمرية بطريقة إيجابية جدا. الفائدة الكبيرة إنه شهادة كثير من المواهب اليوم، يعني أكثر من 6 لاعبين الآن ضمن قائمتنا، إن شاء الله بأي دعوة قريبة يعني أخذت أرقام هواتفهم ومدارسهم، وبالتالي يعني تعرف الرياضة المدرسية منذ فترة يعني ليست بالقصيرة أهملت واندثرت. شو السبب كابتن؟ يعني أنا أجد إنه أغلب الطلاب أو حتى أغلب العوائل بدأت ما تركز، يعني موضوع إنه الرياضة المدرسية أغلب العوائل إنه تفضل إن الطالب يعني يركز على دراسته، يركز على يعني المواظبة على المدرسة، أما عندما يكون فيها مجال رياضة يعتقدون إن هذا يلهي. الآن بدأ تثقيف، بدأ إنه الرياضة بالعراق بدأت تنتشر بطريقة أوسع، إنه بدأت يعني مصدر مادي قوي، بدأ اللاعب أيضا عنده رغبة إنه يصل إلى الشهرة. كل هذه الأمور من خلال الإعلام العراقي أصبح قوي بالآونة الأخيرة، وبدأ التركيز على اللاعبين، لذلك بدأ طموح حتى يعني طلاب المدارس إنه يصبحون نجوم أو لاعبين بالمدى القريب. أيضا لا ننسى دور التربيات والمشرفين عليهم، بدأوا الآن حقيقة يدعمون الرياضة المدرسية، بدأوا يقومون بطولات بالتجهيزات وبالدعم الحقيقة بالنسبة للاعبين. كل هذا أعتقد هي أمور يعني الصفي مصلحة الرياضة العراقية. تعتبر الرياضة المدرسية هي اللبنة الأساسية والرئيسية لرفد المنتخبات العراقية بكافة الألعاب. أنا لعبت منتخب شباب العراق، أول ما بديت بالمدارس الابتدائية المتوسطة والإعدادية، إلى أن درجنا وصلنا لمنتخب شباب. فالمدارس الأساس لبناء كل الرياضيات، كل الرياضات، حيث لاعبينا كلهم لاعبين المنتخب العراقي، كلهم مثلوا المدارس بالأساس، بعدين تدرجوا إلى المنتخبات الوطنية. عزيز، ليش الفترة السابقة شفنا يعني انطفاء بشعلة الرياضة المدرسية؟ شفنا فجوة، ما شفنا دائما الأندية تعتمد على اللاعب الجاهز، وحتى المنتخبات ترتكز على لاعبين بأسماء معينة، شنو السبب؟ أسبابها هواية، عدة من أسبابها التزوير اللي خلى الفرق ما تعتمد على المدارس، تعتمد على بأنه لاعب كبير تجيبه، المهم تأخذي نتيجة، وهاي المعاناة اللي نعانيها كل الرياضات تعاني بها، بأنه السبب الرئيسي. عفنا المدارس، قمنا نجيب أي لاعب حتى من أي مكان، المهم جيبي نتيجة، فهمنا المدارس، وأهم شيء هي المدارس اللي ترفد المنتخبات العراقية. زميل الصحفي العزيز حسين الخرساني انضم إلينا أيضا عبر التليفون، نحكي على هذا الموضوع المهم ودور الإعلام. سيد حسين، بداية مرحبا بك باللاعب 12 بالشرقية، سعيد جدا بتواجدك، شكرا على وقتك. بالتعامل مع هاي الشريحة الكبيرة بالعراق والمهمة والمؤثرة، الأطفال بالمدارس، الرياضة المدرسية، كإعلام عراقي، هل يعني أكيد أكو بعض الإعلام موجه نحو هذا الأمر، لكن هل إحنا الإعلام العراقي يحتاج إلى توعية وتثقيف حتى يعرف أهمية الرياضة المدرسية واحتضان مواهبها وكفاءاتها لتحقق النجاح للوطن وللبلد، وأيضا لإبعادها عن كل ما ربما يؤثر على مسيرة شبابنا وتحميها من كل الضغوطات والأمور اللي تجينا من الخارج تأثر على شبابنا وعلى وضعيتهم؟ فهل إحنا عندنا إعلام قادر على أن يوجه شبابنا ورياضتنا المدرسية وأطفالنا نحو الأفضل؟ بالتأكيد، أولاً لابد أن أحييك على الشجاعة في تناول هذا الملف، وأحييك وأنا أكون سعيد جداً بتواجد معك أخي العزيز فيان. شكراً سالح. حقيقة ملف حيوي وملف يعني حديث له في سجون كثيرة وكبيرة جداً. أكيد. للأسف الشديد يعني اولا هم يعني لازم ان نحيي وجود قناتكم الكريمه في بطوله المدارس. احس احنا الان في بطوله التربيات اللي تمت مؤخرا على ملعب الكر، اعتقد ان يعني ليس فقط الاعلام له دور سلبي، الكثير من الامور السلبيه ربما تلقي بظلالها على اعاده النشاط المدرسي الى وضع طبيعي، رغم حقيقه لابد ان نشير بعبارة واضحة وبليغة جدا من الجهود اللي تبذلها مديرية النشاط الرياضي والمدرسي في وزارة التربية والمديريات أيضا الأخرى في كل يعني محافظات العراق العزيزة، لكن يبقى القصور أين؟ يبقى القصور في تعامل الإعلام العراقي بشكل واضح، لأنه أصبح حقيقة بدون ربما شهادتي فيها مجروحة، الإعلام العراقي أصبح
إعلام كروي تحديداً وليس صحيح. يبحث عن الرياضات الأخرى، غياب أيضاً المؤسسات الأخرى متمثلة بوزارة الشباب الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في تفعيل كل البروتوكولات التعاون مع وزارة التربية فيما يخص النشاط المدرسي. إذا ما أردنا أن نضمن أن تعود الرياضة إلى وضعها الطبيعي يجب أن نبدأ بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى متمثلة هي بدرس الرياضة المدرسية. عند ذلك عندما نكون رصينين في هذه الخطوة كل الخطوات الأخرى التي نتحدث عنها وملأنا الدنيا يعني حبرا على ورق وهي موضوع التزوير وموضوع عدد اكتشاف المواهب كلها ممكن أن نختزلها بخطوة واحدة هي أن نهتم أو تهتم المؤسسات الرياضية بالتعاون مع وزارة التربية ومديريات التربية يعني النشاط الرياضي والمدرسة وزارة التربية من أجل أن نبتعد عنها. ما المانع لأن يكون لدينا مثلا خطوة في إقامة مونديال بس مثل ما الآن تقوم عليه وزارة الشباب الرياضة بإقامة مونديال الاتحادات أو أولمبي، ما المانع من أن تقوم اللجنة الأولمبية من أيضا بالتعاون مع يعني لجنة أو مديرية النشاط الرياضي المدرسي في إقامة هذا المونديال المدرسي لكافة الألعاب طيب. ويكون مسلط الضوء عليه من قبل المدربين والمنتخبات الوطنية مثل ما شاهدنا حضور الكابتن علي هادي في مباراة كرة القدم. ينبغي على كل مدربي المنتخبات الوطنية أن تري يعني البطولات التي تقيمها وزارة التربية اهتماما كبيرا من أجل صناعة جيل بعيد عن كل المفردات التي حقيقة ملأنا أو ضجرنا من سماعها دائما وهو طيب. سيدي حسين اليوم يعني قبل شوي كان وياه الدكتور علاء جابر، المسؤولية مشتركة و يعني بالتأكيد مسؤولية كبيرة ومشتركة ما بين وزارة الرياضة والشباب، ما بين وزارة التربية وحتى وزارة الداخلية ووزارة الصحة والاتحادات والأندية، لكن احنا اليوم احنا يهمنا دور الإعلام اليوم. الرياضة المدرسية والاهتمام بها، تثقيف وتوعية الشباب واحتضانهم حتى يبتعدون عن كل ما من الممكن انه يعني يجرهم الى اماكن احنا ما نريدها، مخدرات، ارهاب، تصرف، سرقة، قتل، الرياضة تبعدهم عن هذه الامور. هل نمتلك ثقافة ووعي إعلامي مؤثر قادر فعلا؟ يعني اليوم احنا نحكي باللاعب 12 وغيرنا يحكي وغيرنا يحكي وغيرنا يحكي، نقدر نجر الشباب الى هذا المكان، المكان اللي نريده؟ الطفل لازم ينشأ رياضي صحي بشكل ممتاز. نعم يستطيع، الإعلام العراقي يستطيع في البداية، لكن يجب أن تكون لديه رؤية ومنهجية لهذا الموضوع، لا أن يكون الحديث وفق طفرات إعلامية وفق برامج ربما تستهدف هذا الموضوع دون غيره. حقيقة يعني لا نجامل أحد إذا قلنا أن كل برامج التلفزيونية خصوصا المؤثرة منها لا تناقش موضوع الرياضة المدرسية بشكل كبير جدا، ربما هناك طفرات في هذا الموضوع، كل الاهتمام يتركز على الرياضة، وهذا يعني ليس تنكيلا بما يطرح، لكنه إعلامنا الحقيقي، إعلامنا المقروء وإعلامنا المرئي والمسموع كله إعلام كروي يبحث عن ما يفيد الجمهور ولا مواقع التواصل الاجتماعي. سيد حسين مواقع التواصل هذا شلون نسيطر عليها؟ هذا شلون نسيطر عليها؟ اليوم أطفالنا بالمدرسة كل واحد بيده موبايل وآيباد وده يدخل على كل السوشيال ميديا على منصات التواصل الاجتماعي وده يتأثر بيها، ومع الأسف نقولها بكل شجاعة التأثير غالبيته العظمى تأثير سلبي، يروح على مواقع غير 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 مسموحة، غير قانونية. أكيد الآن الأستاذ فيان إذا تسمح لي، الآن الفضاء الممنوح لنا وحريتنا الممنوحة الآن خلال مواقع السوشيال ميديا كلها للأسف الشديد ذات مردود سلبي جدا، لم تفتنا بأي شيء سوى الفرق. حقيقة يجب أن نقول هذا بكل صراحة وبكل شجاعة، مواقع التواصل زادتنا فرقة ولم تقربنا لحظة من كل مؤسسات. زين هذه هاي الفوضى اللي بالسوشيال ميديا نقدر نسيطر عليها سيد حسين حتى نوجه شبابنا وأطفالنا للمكان الصحيح؟ لو صعب جدا. نعم نستطيع، لكن عندما يكون هناك تعاون وثيق ما بين المؤسسات الرياضية المعنية، وزارة الشباب الأولمبية، وزارة التربية، يعني وزارة التربية لا يمكن لها أن تكون يعني يد واحدة لا تستطيع أن تصفق، يجب أن تكون يد أخرى مقابلة لها أو أيادي أخرى مقابلة لها لكي نسمع صوت التصفيق. لا يمكن أن نترك وزارة التربية بمفردها يعني تعاني إلى مرين دون أن نقدم لها مساعدات.
خاصة من قبل وزارة الشباب والرياضة والجمهور المدير الوطني. يجب أن يكون هذا الثالوث هو المعني الأول والأخير، ويجب أن تكون كل البروتوكولات المؤدية ليست إعلامية، يجب أن تكون ذات منهجية كبيرة جدا وواقع يعني على أرض الواقع، وليس فقط الطروحات وإملاء الصحف وإملاء الفضائيات بكلام ليس جدوى منه. هذا ما نتمناه بالتأكيد. صورة جميلة رسم لنا السيد حسين الخرساني الصحفي الرياضي حول أهمية أنه نشعر بقيمة هذه الشريحة، نشعر بقيمة وأهمية هذول الناس اللي هم مستقبل الوطن. ما أعرف كلامنا واقعي، اللي سمعنا يقتنع به، أكيد الكلام جميل لكن الواقع صعب ومر، لكن على الجميع أنه يحسون فعلا أنه الرياضة المدرسية بكل المسؤولين عليها، وزارة الرياضة والشباب، وزارة التربية، اتحادات، أندية، هي مسؤوليتهم. إذا يحملون غيرة على وطنهم وغيرة على بلدهم لازم يعتنون بهاي الرياضة، لين بعد 5 سنوات 6 سنوات لما راح يكبر تكبر الرياضة المدرسية وإنتاجها يصير وفير، راح نلقى كل شبابنا رياضيين، غالبيتهم شباب رياضيين منتجين. مو ما أريد نقول كلام أكثر، لكن خلينا نستذكر تاريخ الرياضة المدرسية العريق اللي كان به العراق عبر هذا التقرير مع زيد السراج. نسمعه ونرجع لكم. تاريخ كروي متميز للرياضة المدرسية في العراق، فساهمت هذه الجهة بتقديم خدمات جليلة للرياضة العراقية وللكرة على وجه الخصوص من خلال رفد الأندية والمنتخبات بأفضل اللاعبين. نجوم كبار حفروا اسمهم بأحرف من ذهب وذاع صيتهم دوليا، كانت بداياتهم من الفرق المدرسية والمنتخبات التي شاركوا فيها ممثلين للعراق في البطولات العربية والدولية، ولم يكن الجانب الفني هو وحده من نجح به مدربو هذه الفرق، بل كان الجانب السلوكي والتربوي حاضرا مع الجرعة التهذيبية والتي صار يأخذها كل لاعب من مدربه، والذي لم يكن مدربا فقط بل كان أبا حقيقيا ومتابعا جيدا حريصا على مستواه التعليمي كحرصه على الجانب الفني. نذكر منهم لا على سبيل الحصر محمد حسون ومعن البدري وداود العزاوي وعامر جميل وأبو طيب المتنبي ونوري عباس وفائق الجسار وخلف العاني وعبد الحميد موسى ومحمد جواد الصائغ وصالح المؤذن ونهاد علي غالب وسعدي حسن وفائق الشماع. مدرسون ومعلمون أفنوا عمرهم في خدمة الرياضة العراقية على مستوى جميع الألعاب، فشكرا لجهودهم التي قدموها، والصحة والعافية والعمر المديد لمن لازال متواجدا على قيد الحياة، والرحمة والخلود لمن غادرنا إلى الآخرة لكنه لازال باقيا بما أعطاه وجاد به إلى أبنائه الرياضيين. أهل الشأن ومتابعتهم بالتأكيد لهذا الموضوع من مسؤولين بمديريات التربية ومعاونيهم، أيضا كان لهم لقاء مع زيد السراج وحديث حول هذا الموضوع المهم. نسمعهم ونرجع لكم. تقييم وزارة التربية المديرية العامة للتربية الرياضية قسم الرياضة المدرسية بطولة العراق المركزية بكرة القدم للساحات المكشوفة المرحلة المتوسطة، اشترك في هذه البطولة 12 مديرية، تقسمت إلى مجموعتين على ملعبين، ملعب القوة الجوية وملعب الجولان وكذلك ملعب الكشافة. اليوم وصلنا لمباراة الختام بين تربية الرصافة الثانية وتربية الرصافة الثلاثة. الحمد لله وشكر دعم معالي وزير التربية الدكتور محمد إقبال وكذلك السيد أحمد عبد العسل المدير العام للتربية الرياضية مشهود لنا، ونحن كرياضة مدرسية، وتعرفون أنتم الرياضة المدرسية هي الرافد للمنتخبات الوطنية والاتحادات المركزية. اليوم نشاهد مدرب المنتخب الناشئين، يعني تقريبا أنا كنت جالس معه
تقريبا من 13 ل 14 لاعب سحب للمنتخب الناشئين من هذه البطوله، وكل لاعبين هم اصلا يعني منتخب الناشئين لعبوا بهاي البطوله. احنا ليس في مجال كره القدم، تقريبا وصلنا ل 13 بطوله على مستوى العراق هذه السنه برغم الظروف الحصار والحج اللي موجود عندنا. فالحمد لله والشكر احنا جادين في عملنا من اجل تطوير الرياضه المدرسيه في العراق. دائما هاي البطولات بهاي الفئات العمريه مرحله متوسطه هي يعني فتره اعداد الكشافين يخرجوا منهم الابطال يبدا عندنا المواهب. نحن دورنا كوزاره التربيه كنا دائما نحرص انه رغم التقشف اللي مر بينا بلدنا العزيز وانخفاض اسعار البترول والتقشف اللي صار علينا اثرنا نحن كرياضه مدرسيه، انه كان عندنا تقليص كان العام كان عندنا 17 بطوله مركزيه. البطولات مرحلة متوسطة ومرحلة إعدادية كنا حريصين إنه تستمر، بس هي مشكلتنا نحن كانت بعيدة عن الأضواء، بعيدة عن الإعلام. نحن بدورنا يعني كمديرية عامة التربية الرياضية آثرنا إنه نعمل أغلب 50% من أنشطتنا لعام 2017 في محافظة بغداد، ولهذا يعني تشوفون أنتم اليوم النهائي في ملعب الكرخ، الهدف منه هو إنه أغلب المدربين راح يكونوا موجودين. اليوم كابتن علي هادي موجود مدرب منتخب الناشئين، اختار عدة لاعبين من منتخب الناشئين الحالي. هاي الخطوة اللي نحن عملناها بصراحة، يعني نحن حبينا نعزز دور الرياضة المدرسية لأن نحن مؤمنين إنه الرياضة العراقية لا تنهض إلا عن طريق الرياضة المدرسية. نحن بالمناسبة يعني نحن بعام 2017 آثرنا إنه نعمل عام تطور لكوادرنا التدريبية والتدريسية ومشرفينا مدرسي التربية الرياضية في مديريات بغداد الستة وباقي المحافظات. حاليا أنهينا دورة دي لمدربي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم مدربينا الموجودين في كركوك وفي ديوانية وفي البصرة وكذلك في العاصمة بغداد، وغدا إن شاء الله تعالى عندنا دورة ختامية بالتعاون مع اتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، وأيضا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندنا دورة تطويرية والتدريبية والتحكيمية لمدربينا الموجودين في الرياضة المدرسية بالتعاون مع اتحاد العراقي المركزي لكرة السلة. هدفنا من هذه الدورات انه بما انه صار تقشف عندنا، وانا اكد على كلمة تقشف، انه اثرنا انه نقلل البطولات بس اشني هذا العام نعد بها كوادرنا التدريبية كمعلمين ومدرسين، لان هم هذا هو العنصر الفعال اللي يختار لنا البطل الاولمبي والبطل المحلي والاتحاد انه يختار لنا هو من مدرسة ويزج لنا هي بالرياضة المدرسية. لاعبين الأبطال اللي نتمنى نشوفهم يوم من الأيام يمثلون منتخباتنا وأنديتنا وهم متسلسلين بشكل صحيح ومتدرج. خلينا نسمعهم ونرجع لكم. طموحاتنا إن شاء الله صارنا سنة استعدادات لهذه البطولة منتخبات التربية، وإن شاء الله اليوم نحقق، وإن شاء الله نريد من لاعب مدربين المنتخب الناشئين أو الأشبال تجي تنظر على هاي الفئات العمرية، هي هاي الفئات العمرية الصحيحة درجت بالتدرج الصحيح، وإن شاء الله نريد من المدربين أن ينظرون على هاي، وإن شاء الله نحقق اليوم. المدرب كابتن سميح تعب ويانا والكابتن فريد من ذاك السنة لحد الآن، وإن شاء الله نحقق اليوم. نطلب من المدربين يباعون على هاي اللواعب مواهب جاي تنشاق من المدينة ومن الكل يعني العراق بغداد وغيرها، ليشوفون يعني كلها مواليد صحيحة وجيون من أمكان بعيدة، وهاي البطولة شهدت يعني أعمار صحيحة، شوفون كلها جسم وخشن. يعني نياتك؟ نياتي أتمنى أصير لاعب منتخب وألعب مع المنتخب البلد، أقدم كل شيء أقدم إن شاء الله. أتمنى دائما كل الخير للرياضة العراقية. حلقة اليوم أصدقائي انتهت، أشوفكم دائما على خير إن شاء الله، إلى اللقاء.